من حيث المساحة وعدد السكان والاقتصاد والصناعة، الصين وبريطانيا مختلفتان تماما، ورغم ذلك فإنهما تواجهان تحديات متماثلة، إذ إننا دولتان كبيرتان تعتمدان على استيراد المصادر مثل الغذاء والطاقة، كما يأمل البلدان في تنفيذ الإصلاحات في مجال الصناعة والتكنولوجيا. لذلك نحاول البحث عن الوسائل المناسبة في العديد من المجالات عبر التعاون الدولي، وذلك من أجل تحقيق أكبر قيمة من التعاون. نعتقد أن المفاتيح للتعاون الحالي بين الصين والمملكة المتحدة يمكن استنتاجه كما يلي: أولاً، تساعد الصين المملكة المتحدة على تطوير النقل والمواصلات فيها، بما في ذلك القطارات فائقة السرعة والطاقة. ثانياً، تقدم المملكة المتحدة دعماً ومساعدة إلى الصين في مجال المالية وصناعة الخدمات بما فيها التعليم. ثالثاً، البلدان في حاجة إلى التعلم من بعضهما في قطاع الصناعة، كل منهما يملك نقاطه القوية، والتعاون بينهما يجلب المنافع المشتركة.